السلام عليكم يا شباب. فيديو جديد كده، تعال نلم فيه جزء الاكس راي قبل ما ارفع بقية الصور. هو ايه موضوع الاكس راي؟ انا هرجع كده اقول الفكرة الاول قبل ما ادخل اتكلم على اي حاجة. فقالك الاكس راي طبيعي ان احنا بنجيب الشخص، بنوقفه من الامام كده، واروح جاي مسلط عليه اشعة اكس. اشعة اكس دي المفروض انها ايه؟ انها لها القدرة على اختراق الاجسام. وطبعا انت عارف ان جسمك، كثافة أجزاء جسمك المختلفة بتختلف عن بعضها البعض. فمثلا الفقرات اللي جواها كالسيوم، كمية كالسيوم كبير كتير، لها كثافة عالية، على عكس مثلا السوفت تيشو زي الكيدني واليوريتر واليورينري بلادر. الحاجات دي السوفت تيشو بتاعها كثافته قليلة. فأنا بقولك أشعة إكس بتخترق الأجسام على حسب كثافتها. لو التركيب كثافته قليلة فبتخترقه بسهولة، فتسقط كمية أشعة كبيرة على الفيلم اللي أنا عايز أصور الشخص عليه وراه. كمية الأشعة الكتير دي لما تسقط على الفيلم بشكل كبير تحرق الفيلم، فتظهر لي الصورة باللون الأسود. طيب بالنسبة لحاجة زي العظام، زي الفقرات وعظام البلفس والكلام ده، فقالك والله الأشعة لما تيجي تخترقها هتلاقي الكالسيوم يحجب كمية كبيرة من الأشعة. كمية الأشعة اللي تخترق الفيلم قليلة، فتلاقي العظام تظهر باللون الأبيض. ليه؟ لأن الأشعة اللي اخترقت قليلة، فكمية الأشعة اللي وصلت للفيلم قليلة، فالفيلم ما اتحرقش، ما ظهرش باللون الأسود، لا اتحرق، ظهر باللون الأبيض. أوكي، طيب دلوقتي أنا عايز أتكلم عن الإكس راي اللي أنا بستخدمها عشان أدرس اليورينري سيستم. اليورينري سيستم ده سوفت تيشو، هصور الإنسان بأشعة إكس، هتخترق الكيدني واليوريتر وهتخترق اليورينري بلادر، وكل دول سوفت تيشو فتخترقهم بسهولة، وبعدين كده هترجع على الفيلم تحرقه، فيظهر لي التركيب كله أسود في المنطقة دي. طب انا عايز اخليهم يظهروا بالشكل ده كده، عايز اشوف فعلا الرينال بيلفيس، عايز اشوف الميجور والماينور كاليسيس، عايز اشوف اليوريترز، عايز اشوف اليورينري بلادر، مش عايز الفقرات هي اللي تظهر والاجزاء دي من غير التراكيب السوفت تيشو. فقال لك طب نعمل ايه؟ قال لك بس احنا هنستخدم حاجه اسمها كونتراست داي. يعني ايه كونتراست داي؟ في صبغات انت لما بتحقنها في الجسم، الصبغات دي بتحجب الاشعه كانها بالظبط كالسيوم موجود داخل الفقرات، بس انا هحقن الكونتراست داي دي اللي هي الصبغه دي تحجب الاشعه، فالاشعه ما تعديش، فتقوم ما تطبعش على الفيلم ورا، فالفيلم ما يتحرقش. بنسمي الاكس راي اللي انا بستخدم فيها الموضوع ده ايه؟ قال لك بسميها انترا فينوس بايلوجرام. انترا فينوس ليه؟ لان انا بحقن الصبغه بتاعتي انترا فينوس، تقوم الكيدني تاخدها تفلترها كأنها بتفلتر اي واحد من الايونات اللي انتوا خدتوها في الفسيولوجي. لما تتفلتر الماده دي تبدا تنزل في الماينور كاليسز والميجور كاليسز والبلفس ثم اليوريتر، وتروح لليورين البلادر. فاقدر انا اصور العيان في اللحظه دي، وبعد ما الكدني فلترت الصبغه تتصور التركيب او شكل اليورينري سيستم بالشكل اللي ظاهر قدامك ده كده. ده مش الشكل الطبيعي لليورينري سيستم. طبيعي انا لو صورت اليورينري سيستم مش هيظهر لي التراكيب دي كلها، مش هيظهر لي اليوريتر والحاجات دي، لانها سوفت تيشو، فالاشعه هتخترقها وتحرق الفيلم اللي وراها. هتقولي طب ليه ظهر معايا هنا الفقرات وظهر معايا عظام البلفيس؟ لان اصلا جواهم كالسيوم، فالاشعه ما بتخترقهمش بسهوله، فالفيلم وراهم ما بيتحرقش، فبيظهروا لي باللون الابيض ده. اوكي، طيب هتقولي طب انا ليه بسميها بايلوجرام؟ بايلو، كلمة بايلو يعني أي حاجة لها علاقة باليوريتر والرينال بلفس. كلمة بايلو أصلا يقول لك بايلايتس، يعني انفلاميشن في الرينال بلفس واليوريتر. فأكيد أنت درست الكلام ده في الباثولوجي. فقال لك بايلو يعني حاجة لها علاقة بالرينال بلفس، وجرام يعني صورة. أكيد أنتوا خدتوا الإي سي جي اللي هي إيكوكارديوجرام، جرام يعني صورة. فقال لك انترافينوس بايلوجرام يعني انا بحقن صبغة انترافينوس واصور الرينال بلفس واليوريتر اللي هو تقريبا اليورينري سيستم، وده اسم الاكس راي. انا لو جات لي الاكس راي هقول له ايه؟ اول حاجة كده لازم اكتبها اي في بي، ممكن اكتبها اختصار اي انترافينوس في فينوس وبايلوجرام البي. تعالى بقى انت في الامتحان وانسى تكتب اي في بي او الانترافينوس بايلوجرام، نص الدرجة طارت. بعد كده هيشاور لك على حاجه، هو ايه اللي المفروض، ايه اللي المفروض ان انا اشوفه في الاي في بي؟ قال لك والله شوف الكيدني، لان هي اللي بتصفي الماده الظليله او اللي هي الداي، يعني الكونتراست داي. بعد كده هشوف ايه؟ هشوف الماينور كاليسز ثم الميجور كاليسز بيتجمعوا يفتحوا لي في الرينال بلفيس، بعد كده اليوريتر، وبعد كده هشوف اليورينري بلادر. مش هشوف اليورينري بلادر كلها، لان في جزء من اليورينري بلادر هلاقيه تحت داخل تجويف البلفيس، فهشوف بس الجزء العلوي منها.
بالإضافة لأن هشوف العظام المختلفة، هشوف عندي الفقرات بداية نهاية الفقرات الظهرية، وهشوف الفقرات اللامبر فيرتبريز كلها، وبعد كده هشوف عظام الحوض اللي هي العظام البلفس. أوكي، ممكن أشوف حاجة تانية. قال لك أه ممكن أشوف الأضلاع، لو جاب لي الصورة دي كده أقول والله أنا ممكن أشوف الأضلاع. لو أنتوا فاكرين كنت بقول لك إن الرايت كيدني بيمشي وراها الضلع رقم 12 وتطلع لحد السبيس قبل ما توصل للضلع ال 11. يبقى لو شاورت لك على ريب ماشي ورا الكيدني الرايت سايد هتقولي ده الضلع رقم 12، ولو شاورت لك على ضلع ماشي ورا الليفت كيدني هتقولي ده ايه، يا اما 12 يا اما 11 على حسب الليفل بتاعه. لو هو تحت شويه هتقولي ده 12، لو هو عند الابر بول بتاعها هتقولي ده الضلع رقم 11. وغالبا مش هيجي لكم الاضلاع الا لو جات لكم الصوره دي، يعني مش هيجي لكم الاضلاع في الصوره دي كده، لا ممكن تجي لكم الاضلاع على الصوره دي، فالموضوع سهل يعني. تعالى بقى نشوف الصوره دي كده، اكبر لك الصوره شويه عشان نشوف احنا بنتكلم في ايه. لو جات لي الصوره دي هقول ايه اول كلمه لازم تقولها وما تنساهاش لو سمحت؟ تقول له ده اي في بي انترافينوس بايلوجرام، ده اول حاجه. هيروح جاي مشاور لك على اي جزء من الاجزاء اللي موجود في الاي في بي. تعالى كده نصغر الصوره شويه عشان نظهر جميع الاجزاء. اولا لو شاور على اللي فوق ده على السوفت تيشو ده كده هتقول له ده الكيدني. ليه السوفت تيشو اتلون؟ لان الكيدني هي اللي بتعمل فلتريشن للداي للكونتراست داي، فبيبقى الى حد ما بتتظلل شويه ده كده، تقول له دي كيدني. لو شاور لك هنا هتقول له دي الرايت كيدني، لو شاور لك هنا هتقول له الليفت كيدني. ليه؟ لان انا بصور انتر بوستيرور فيو، ببص من الامام وبصور للخلف. واحد يقول لي هو انت ليه بتصور من الامام يا دكتور؟ هقول لك بص كده، شايف اليوريتر ده كده؟ المفروض ان هو معدي على الترانسفيرس بروسيس بتاعت الفقرات، فلو انا صورت من ورا هصور الترانسفيرس بروسيس ومش هعرف اصور اليوريتر، لكن لو صورت من الامام هصور اليوريتر مغطي على الترانسفيرس بروسيس، وانا عايز اشوف اليوريتر مش عايز اشوف الترانسفيرس بروسيس بتاعت الفقرات. فتاني كده هكتب ايه في الاول؟ هقول له والله ده اي في بي انترافينوس بايلوجرام. بعد كده هشوف الحاجه اللي هو مش ممكن اقول له انتر بوستيرور فيو، قشطه مفيش مشكله. بعد كده اقول له ايه؟ ايه الحاجه اللي مشاور عليها؟ لو شاور لي هنا اقول له دي ليفت كيدني، لو شاور هنا اقول له دي الرايت كيدني. لو شاور على الحته المتسعه دي هقول له ده الرينال بلفيس. بص كده في صورة تانية هتجيلكم هتلاقيه مشاور فوق هنا وهنا ومشاور على الحتت دي. لو شاور لي على الحتة الصغيرة اللي فوق دي هقول له دي ماينور كاليكس، دي ماينور كاليكس، دي ماينور كاليكس. لو شاور على دي هقول له ده ميجور كاليكس. تاني كده ماينور كاليكس، ماينور كاليكس، ميجور كاليكس، ماينور كاليكس، ماينور كاليكس، ماينور كاليكس، ميجور كاليكس، وده رينال بلفس. يا ريت وانت بتتكلم على الرينال بلفس ما تنساش تتكلم هو رايت ولا ليفت سايد، فقول له ده والله يا رايت رينال بلفس، ده ليفت رينال بلفس. معلش كده ما تنساش دايما الرايت والليفت لو انت بتتكلم على اي حاجه مهمه جدا جدا جدا، غالبا في دكاتره بيعلموا عليها بنص الدرجه. ده الرايت رينال بلفس، ده الليفت رينال بلفس. انزل معايا كده بص كده، شايف الخط ده كده؟ ده الخط اللي بيمثل اليوريتر. الداي وهي ماشيه داخل اليوريتر بتحس انها ماشيه كده عامله خط، ده اليوريتر اهو هنا كده بص بالشكل ده كده. فلو شاور لي على الجزء ده هقول له ده اليوريتر. بس اليوريتر له جزئين، له جزء كده موجود في منطقه الابدومن فوق البلفس، وجزء تحت الابدومن داخل البلفس. فبسمي اللي فوق ده الابدومينال بارت بتاع اليوريتر، الجزء اللي تحت ده بسميه البلفيك بارت اوف ذا يوريتر. وتاني انبه، شوف انت على الرايت سايد ولا على الليفت سايد. لو شاور فوق هنا هقول له ده الابدومينال بارت بتاع الرايت يوريتر، لو شاور هنا هقول له ده الابدومينال بارت بتاع الليفت يوريتر. لو نزل لتحت هنا اقول له ده البلفيك بارت من البلفس، داخل البلفس، داخل تجويف البلفس اهو، ده البلفيك بارت بتاع الرايت يوريتر وده البلفيك بارت بتاع الليفت يوريتر. لو نزل شاور لي بقى على البطيخه اللي تحت دي كده اكيد دي اليورينري بلادر، ما اليوريترز نزلوا فتحوا فيها وموجوده داخل تجويف البلفس. طبعا دي الهبون اللي على الرايت سايد ودي اللي على الليفت سايد، دول الفقرات القطنيه، دي اللمبر رقم 5 4 3 2 1. بص بقى في حاجه ظريفه قوي، مش دي الفقرة رقم 12؟ بص كده جنب الفقرة رقم 12 هتحس إن في حاجة ظل خفيف موجود ورا هناك أهو، إيه ده؟ ده الضلع رقم 12، بيمشي كده ويجي يظهر لي بقيته على الناحية نهاية الكدني أهو، يبقى ده الضلع رقم 12، ده كده. أوكي؟ اللي معدي ورا الكدني اللي أنا كنت بقول لك ممكن يظهر هنا. واحد يقول لي بس بص كده لما أجي أبص اليوريتر ده بلاحظ إن هو خفيف كده، يعني مش ظاهر أوي زي اليوريتر ده، وليه اليوريتر غامق في حتة ورفيع ويعني مليان في حتة؟ بص هو اولا غامق في حته ورفيع في حته لان اليوريتر اصلا الماي او اليورين بيعدي فيه عن طريق البريستاليسيس، حته كونتراكتد وحته دايليتد، حته كونتراكتد وحته دايليتد وما الى ذلك.
تاني حاجة ان ضغط المادة الظليلة مش بيبقى الضغط عالي مثلا عشان ينزل يفتح اليوريتر ويخلي اليوريتر مرسوم زي ما انت شايفه كده، لا، الحتة اللي فيها مادة ظليلة بتتصور، الحتة اللي لسه الداي ما وصلتلهاش ما بتتصورش، الحتة دي فضت الداي اللي فيها نزلت تحت بس لسه ما وصلهاش داي تانية من فوق، خلاص مش مشكلة. تعالى بقى نشوف الصورة التانية اللي موجودة لكم اللي فيها الأسهم المشاورة على الماينور والميجور كاليسز. بص كده معايا أهي، بص كده للصورة دي، مش هيقول لك على الحتت الصغيرة اللي فوق دي كده هتقول له دي الماينور كاليسيس، طب لو شاور لك على واحدة منهم كبيرة كده هنا أو هنا هتقول له ده الميجور كاليكس، لو شاور لك على الانتفاخ اللي بعدهم ده هتقول له ده الرينال بيلفيس، سواء كان على الرايت سايد رايت أو على الليفت سايد ليفت. ما تنساش تفرق ما بين الأبدومينال بارت والبيلفيك بارت بتاع اليوريتر وكذلك اليوريناري بلادر. كده أنا خلصت جزء الإكس راي. تاني كده أنبه على الحاجات اللي أنا نبهت عليها، ما تنساش تكتب اول ما تشوف الاكس راي اكتب اي في بي، اختصار كافي والله، ممكن تكتب انترا فينوس بايلوجرام يبقى انت 100 100، بس انت لو نسيتها اكتب اي في بي وربنا هيعديها. يعني عايز تكتب بعدها انتر بوستيريور فيو اتس اوكي، بعد كده شوف هو مشاور على ايه، ما تنساش تفرق ما بين الرايت والليفت سايد، وشوف هو بيتكلم على اي جزء، لو هو بيتكلم على الابدومينال بارت ولا على البلفيك بارت ولا بيبص على الرينال بيلفيس. ركز كده وانت بتحل والموضوع هيبقى سهل ان شاء الله. اشوفكم بخير في فيديو جديد، سلام عليكم.